انا مدام عبير حجازي، محافظه بورسعيد. طبعا اكيد بنتخب السيد عبد الفتاح السيسي رئيسنا حبيبنا. عايزين نعيش في امان ويكون في استقرار في البلد كلها، مفيش فيه اي مشاكل ويكون في رخاء وسعاده. طبعا في انجازات كتير عملها لنا وحاجات كويسه وكده، عشان كده احنا عايزين ننتخب عشان هو كويس. اكيد طبعا لازم اقول لهم، اكيد امال ايه، لازم طبعا اشجعهم. امال احنا الحمد لله البلد بقى فيها استقرار وفيها امان كتير جدا عن الاول، الحمد لله. كورونا والكلام ده كله الحمد لله، المراحل دي كلها تبقى على خير الحمد لله.